السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون على قطع سي ان سي 3 تي، شي حاجه جديده ما عمركم شفتوها الاخوان. غادي نوريكم بزاف القطع كما شفتوا معايا الاخوان. عندنا القطعه الاولى هي هذه 3 تي بسي ان سي، ديكورات اشكال. كنتمنى تبقاو في لا فيديو من البدايه حتى النهايه باش تشوفوا شحال من شكل وما تفلتوا حتى الشكل. بزاف الانواع غادي نوريهم لكم واللي خصاتو شي حاجه مرحبا. بالنسبه للشكل الثاني هو هذا الاخوان، الشكل الثاني كما شفتوا كاين مجموعه من الاشكال. باقي غادي نوريكم شحال من شكل ان شاء الله، هادشي باقي ما مسبوغ. حاولنا نوريو لكم كيف مقاد كما شفتوا معايا. عندنا قطعه اخرى على شكل امواج. بالنسبه لهادشي الاخوان باقي تابعوا شويه الحكام والسانتوفير تيتفيرنا تيولي ناضي تبارك الله كما شفتو. عندنا هاد الشكل هذا، غادي نوريكم بزاف ديال الاشكال الاخوان. وغادي نوريكم حتى الام تي اف ليزر من غير 3 تي في الاخير، نوريكم شي زواقات اللي هما جداد كما شفتو. كاع هاد الشكيلات هادو عندنا عود. بالنسبه لهاد الشكل هادو كاينين العود، نقدروا نخدموا عليهم طلق بالسيليكون تتفرغ عليهم وتتولي عندك جلدة. كاين هذا الشكل هذا بالنسبه للناس اللي تيجيرو بحال هكا محلات تجاريه ولا هذا بغيتي شي اسم ولا شي لوغو ديالك يكون 3 تي بالخشب. كاين كما شفتوا هذا الشكل الاخر، غادي نحاول نوريكم الشكل اللي من بعدو كما شفتوا. بزاف تشكيلات وغادي يعجبوكم الاشكال الاخوان. عندنا هذا الشكل الاخر هذا، هذا هو اللي قلت لكم الاخوان. هذا الشكل هذا فيه السميات، تقدر تخدم العبار اللي بغيتي. هادو هي شانتيوات الاخوان، هي شانتيوات تقدر تخدم فيها العبار اللي بغيتي. وهنايا راه فيه سميه كما شفتو، تقدر دير سميات الشركه، سميات المطعم، اي سميه بغيتي تقاد بلعود كما شفتو. هدا في هاد المويجات هادو، غادي نوريكم اشكال. وراه بالنسبة لطريقة الصباغة راه تصبغو باللو اللي بغيتي بيستوليو، تيدوز لهاد الشي الماستيك بالبيستوليو والمسائل تيولي بحال الجاج، تيولي ناضي تبارك الله كما شفتو معايا. ان شاء الله تعالى غادي نوريكم شي وحدين في شي فيديو يكونو مسبوغين. عندنا بزاف الاشكال، كاين هذا الشكل هذا. هاد الاشكال هادو عتي تخدمو حتى بالقبص بحال دابا هذا، تقدر تصاوب عليه مول كيف قلت لكم، تقدر تقادو واحد الشانجي وتفرغ عليه. دابا غادي نوريكم اشكال الخشب ام تي اف سي ان سي، هادو زواقات جداد اللي باقي ما مخدومينش الاخوان. شي حاجه اللي جديده ما عمركم شفتوها، غادي تشوفوها هنا كما شفتو. كاين هاد الشكل هذا، زواقات اللي جداد، كاع هادشي اللي شفتو الاخوان شانتيوات جداد كما شفتو. كاين هاد الشكل هذا، تقدر تخدمو في القبص هذا شانتيو، تخدمو في القبص، تخدمو في اي حاجه بغيتي كما شفتو. هاد الشكل هذا، كاين هاد الشكل الاخر هذا، مجموعة من الأشكال المميزة. وبالنسبة للإخوة اللي تيتلفوا في الإختيار وما تعرفوش أش يختاروا، هاد الفيديو هذا غادي تلقاو فيه كاع الشكيلات اللي غادي يعجبوكم. تقدروا ديرهم في القابز، تقدروا تقسموا بهم شي حائط ما بين الصالون وهذا. المهم كاين ما يتشافى الإخوان، كاينين مجموعة من الديكورات. هذا تستر تستر باين، هذا كاين شحال من زواقة، غير هذا داخله فيه واحد اللبسة جديدة كما شفتو. عندنا هاد الشكيل هذا حتى هو كما شفتو الاخوان. غادي نوريكم الاشكال الاخرى، كاين هاد الشكل هذا، كاع هاد الاشكال هادو تتحط فوقهم البيكسي كلاص ديالهم وتجي اضاءة ليد من الفوق. حاولت نوريكم كاع الاشكال اللي كاينين دابا جداد اخر موديلات، بارطاجيتهم معكم الاخوان ووريتكم 3 تي.
وتسناو الجديد مع الخدمة، ما تنساليوش الإخوان، كاين الجديد بزاف، المزيد من الجديد، كاين سالي وأنا معكم الإخوان. كانت عندي شي خدمة مزيرة، داكشي علاش الإخوان ما كانش الوقت للتصوير، وداكشي دابا غادي نطلعو فيكم بالجديد، وتسناو آخر ما كان في الديكورة. دابا غادي نوري بحال هاد اللوغو هذا الإخوان، هذا لوغو كيما شتو، أي واحد بغا شي لوغو بحال هاكا تيتقاد بالعود مثلا في السمية ديالو، طربات عندنا هاد الشكيلات هادو مثلثات فيهم هاد الزواق هاجي كيما شتو معايا، عندنا هاد الشكيل هادا مجموعة من الأشكال هادو ام تي اف، قاعد هادشي مخدوم بالسي ان سي، ماكينة سي ان سي كيما شتو. هاد اللوغو زوين اللهم بارك. وبالنسبة للإخوة اللي أول مرة تشاهدوا القناة ديالي، قناة ديال خوكم زكريا بارود، كنتمنى تنورونا في القناة الإخوان بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش تبقاو توصلوا كاع بالجديد ديالي. وقناة خوكم زكريا بارود ديما تجيب لكم مجموعة من الأفكار الجديدة وآخر ما كان في التصاميم والديكورات، باش الناس اللي ما عمرها شافت شي حاجة تاخد فكرة وتستافد. وتطلعوا في راسكم الإخوان، تسناوني في فيديو جديد، الله يعاونكم الإخوة.